انا اؤمن انني اقف بين يدي الله. على شنو اخاف من الانسان؟ تعال فلان بني التهيج كيت 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 كيت. انا عندي الله. الله الله عندي. لا فلوسه تخلص. شو دخل احكي وياك هيك بالدارج؟ لا فلوسه تخلص. لا يملك كم سنه مثل دول طبوا للانتخابات وبعدين يطلعوهم. ما ملكه ما يخلص. لا ينام ويغفل عني. حي 24 ساعه منتبه. يحيطني إحاطة السوار بالمعصم هيك وين ما أروح وياي. يا من لا يخلو منه مكان. ماكو مكان يخلى من الله. عندك فرد مكان تعتقد بأنه يخلو هذا المكان من الله؟ منو يقول لي فدوة أنا دا أسمعه؟ أشو ما حد يحكي. تعتقد أكو مكان يخلى من الله؟ شوف، يا من دل على ذاته. ليش أقولهم أصحاب المواكب؟ أقولهم أكدوا على الدعاء على المعصوم. الله يحفظهم الأخوة، أشوفهم يسوون برامج أدعية. أكد على دعاء المعصوم. أكو أدعية والله لو قرأها هذا الجمع لعلم هو من يعبد، إلى من هو متوجه. اسمع هذا الكلام لعلي بن أبي طالب، يقول لا يا من في منعه عطاء. الوحيد انت اللي اذا منعت تنطي ويا المنع تنطي. البشر العاديين اذا منعوا ما ينطون، بس انت اذا منعت انطيت. كم من موضوع وموضوع منعت عني، انا ما رضيت في ساعتها ايام، وتتجلى حكمتك ربي امامي. صح دا احكي لو انا غلطان الحسين عليك.